حروف القلقلة. ايوه عددها تك. قاف طا ب جيم دال. ايوه قطب جد. ليش؟ قطب جد مجموعة في قولنا. يلا. برضو تنفست السعداء. السعداء والله مو من اللي راحت عليك الأربعة. بسم الله. عبد الرحمن كرتك. بسم الله. سؤال عادي. الاسم الأول لهتلر. لطيف. أوف. أدولف هتلر. يعني التسعة ثلاثة أضعافها ما تجيبها وتجيب هتلر. صديقي في الحارة كنا نلعب سوا. صديقي أنا أقول له الشنب كذا. أدولف هتلر. أيوة. من وين معليش المعلومة من وين؟ كنت أتابع المجلة الوثائقية. أيوة. كان فيها هنا تعطي فائدة البرامج الوثائقية. بس ما أدري عادي. الحمد لله. والله ما ترى ما قابلت يوم الايام. انا ما احب هتلر لحاجه واحده اللي هي شنب. غير كذا ما اعرف. لحظه عدل الكروت. احنا بدينا من عند سهيل وختمنا هنا. بقى جوله. يلا الكارت جديد. الله يكرم. اربعة ثانية. سؤال عادي يقول عملية إزالة جزء من المعدة بهدف تخفيف الوزن. أيوة. تسمى إيش؟ تكميل. شوف أقولها وأنا ما أشوف. تكميم. عملت تكميم قبل كذا؟ لا والله. ما تشوف الوضع باقي موجود. وقف. الإجابة تقليص. ها؟ وش تقليص ذا؟ فين طلع؟ مكتوب. تقليص ايش؟ والله مكتوب. ما قص معده هو التكميم. طيب قص معده يلا. جاوبك الكنترول مو انا. كرتك يا عبد الرحمن. بسم الله يا رب يا كريم. الحمد لله. تحويل في وقت خطير ومهم اذا تم الاستفاده منه بشكل صحيح. يا رب يا كريم. يا رب. مقهقرين ثاني ولا؟ طيب الان مفروض ان عندك ايش؟ اربعه سؤالين. أيها. ممكن تقدمك اربع خطوات وممكن اقل. يا رب يا كريم. سؤال رقم كم يا شباب للتاكيد؟ يطلق اسم او اسم صيصان على صغار ايه؟ صيصان العصفور. ما سمعت الشاعر يوم كان يقول يا صيصاني يا حلوي. يطلق اسم صيصان على صغار ايش؟ العصفور. صيصان صغار العصفور يطلق عليها صيصان؟ هي هجل. صغار الصقور؟ في خيارات؟ ضرب لي مخي. وش الخيارات طيب عشان تنضرب زين؟ ضرب لي مخي والله. سلامة مخك. صيصان الحمام ولا الدجاج يطلق عليها صيصان؟ يطلق اسم صيصان على صغار الحمام ولا الدجاج؟ هكذا الخيارات. ما فيها عصفور؟ العصفور شو؟ سم؟ العصفور طارت الأربع. لا إن شاء الله ما تطير. أنت عارف الكرت ده؟ إيه؟ إذا الإجابة الأولى خطأ ما في سؤال ثاني. اللي يجي من الله حياه الله. عشان كذا أنا أقدر أحط الورقة. أيوة. وأقول كذا الإجابة الحمد لله. بس العصفور يسمون صيصان. لا في الله. باقي جولة؟ السؤال هذا يحتمل إجابات ترى. باقي جولة ولا كيف؟ يطلق اسم صيصان على صغار إيش؟ الدجاج ولا الحمام؟ والإجابة الصحيحة هي؟ هل إيه؟ الدجاج. 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 طيب يعطيكم العافية.
احنا كذا بعد الكروت الكثيرة كم جولة أخذنا تقريبا؟ 2 4 6 8 10 12 جولة. من اللي تقدم أكثر؟ من الذي اقترب للرقم 25 أكثر عندما انتهى الوقت؟ لا تطلعوا الخطوات على الشاشة، قولوا لي أفيدني أول. المفروض أن السؤال يتقدم من عبد الرحمن من صفر إلى 25 إلى 25. عبد الرحمن النجاشي من 50 إلى 25. كم خطوة قطعت؟ كم خطوة قطع الأقرب للرقم 25؟ يكمل معانا الأبعد يغادر. الفرق يلا تكفى خطوة ولا خطوتين ولا ثلاثة ولا أربعة. الله هادم الثقافات أنت يا أبو العيال. طيب يا جماعة قبل ما أعلن وأقول المغادر، لا ما حنستخدم اليوم للأسف. والله هذه توتر دي والله. طيب ودعوا بكل الحب والتقدير والاحترام بنشيد من إنتاج الشباب اللي موجودين يعطيهم العافية، كلمات ألحانا أداء. ودعوا معنا، أظهروا النتيجة على الشاشة. ودعوا معنا النجاشي عبد الرحمن. الحمد لله النجاشي. الحمد لله.